اهلا بيكم في فيديو جديد. وفوني النهارده هو سامسونج جالاكسي A80، الهاتف الرائد كليا من شركه سامسونج. مبدئيا كده الجهاز تقريبا بدون حواف نهائي في الشاشه، ومفيش كاميرا اماميه، فبالتالي مفيش حاجه تعوق الرؤيه معاك، وهتحس انك ماسك شاشه مش فون. نسبه الاستحواذ بتصل لاكثر من 92%. اما عن التصميم فهو بيجي من الزجاج الكامل ظهر ووجه، وكان لازم يجي من الزجاج عشان عمليه الشحن اللاسلكي، محاط باطار من الالومنيوم. اما بقى عن الكاميرات فهو بيجي بثلاث كاميرات خلفيه. اول كاميرا بتيجي بدقه 48 ميجا بكسل بفتحه عدسه f2.0، اما عن الكاميرا الثانيه بتيجي بدقه 8 ميجا بكسل بفتحه عدسه f2.2 الترا وايد، اما عن الكاميرا الثالثه بتيجي بخاصيه توف 3D زائد فلاش ليد. اما عن الكاميرا الاماميه، كل اللي قلته في الكاميرا الخلفيه هقدر اكرره تاني في الكاميرا الاماميه. هنا بقى الطفره الجديده في شركه سامسونج، ان الفون اول ما بيفتح الكاميرا الاماميه بيقلب الكاميرا الخلفيه لاتجاهك انت، فبالتالي الجهاز بيبقى ممتاز جدا في التقاط صور السيلفي زائد التركيز، لان معظم الاجهزه بالكاميرات الاماميه صعب يكون فيها تركيز. بالنسبه لحجم الجهاز 6.7 بوصه، وهنا اقدر احط كلمه كالعاده وتحتها خطين، لان معظم سلسله الاي بتيجي بنفس الابعاد دي، وهنا بحس ان الجهاز قريب للتابلت اكتر من الفون. اما عن الاندرويد بيجي باندرويد باي، احدث اندرويد موجود بواجهه سامسونج الجديده. اما عن الشاشه سوبر اموليد فول اتش دي بلس 2400 × 10800، شاشه سامسونج اللي يعلى عليها نقاء جوده ما فيهاش كلام. اما عن البطاريه ساعتها 3700 ملي امبير لوثيوم بوليمر، تدعم الشحن السريع بقدره 25 واط، اما عن الشحن اللاسلكي فهي بتدعمه بقدره 15 واط. وصراحه 3700 هنا ممتازه جدا، لان معاها شحن سريع نص ساعه بكتير على الجهاز، والجهاز هيكون عدى 70%. اما عن المعالج والاداء، وده من اهم الاشياء اللي مستناها في الاجهزه، فهو بيجي سناب دراجون 730 ثمانيه النواه، معماريه 8 متر، المعالج الرسومي ادرينو 618. وهنا صراحه 730 ده معالج جديد نوعا ما، ولكن اكيد طبعا جهاز في الامكانيات دي فيكون اداؤه فائق السرعه. اما عن المساحه 128 جيجا بايت، والرام 8 جيجا، وهنا نسخه واحده فقط ولا ادم فتحه لزياده المساحه. اما عن الحمايه والخصوصيه بيجي بصمه تحت الشاشه زائد بصمه وجه. اما عن منفذ اليو اس بي تايب سي، وهنا صراحه في خاصيه موجوده في الهاتف دوت مش موجوده في معظم الاجهزه الحديثه، وهو الراديو. اما عن الوزن صراحه مفيش معلومات متوفره على الوزن، ولكن انا اتوقع توقعي الشخصي هيكون حوالي 190 جرام 195 في الحدود دي. اما عن الالوان اللي هتكون متوفره في السوق فهو اسود ابيض وذهبي. بالنسبه لسعره هيكون عامل حوالي في حدود ال 10000 جنيه مصري، وما اعتقدش ان يعدي كده، لان لو عدى كده هيلاقي اجهزه اعلى منه فوق ال 10000 هتحط عليه. ده كان كل شيء نقدر نقوله عن هاتف سامسونج جالاكسي A80. اتمنى لو انت استفدت من الفيديو والفيديو عجبك تنزل تعمل اعجاب وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان تشوف كل جديد. نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد وفون جديد. سلام.